السلام عليكم. اليوم غادي نتكلم لكم على السخان الكهربائي والطريقه الصحيحه للاستعمال ديالو. بزاف ديال الناس ما كيقدروش يستعملوا السخان ديال الغاز نظرا لجوج ديال العوامل. العامل الاول وهو عدم توفرهم على مكان مناسب، وما هو لما يعرضش حياتهم وحياه ولادهم للخطر. والعامل الثاني وهو كتكون عندهم فوبيا للاستحمام بالسخان الغازي نظرا للفكره الشائعه وهي تسرب الغاز مع الماء، وهذه الفكره بطبيعة الحال خاطئه وغادي نتكلم عليها في موضوع اخر ان شاء الله. ودابا باغي نقول لكم الطريقه الصحيحه لاستعمال السخان الكهربائي بلا ما تجيك الفاتوره ديال الكهرباء غاليه. اولا نحاولوا ما امكن نشريو السخان يكون كبير، مثلا 8 لتر او 100 لتر على حسب شحال كاين ديال الاشخاص في الدار اللي غيستعملوه في اليوم في يوم واحد. كاين اللي غادي يقول لي 50 لتر كافياني، ولكن بزاف ديال الناس ما كيعرفوش انهم كيستهلكوا غير الثلث ديال الماء السخون اللي كيكون في الشوفو. مثلا ملي كتستهلك 5 لتر ديال الماء السخون راه كيتعوض ب 5 لتر ديال الماء البارد. يعني ملي كتستهلك النص ديال الماء السخون اللي عندك في الشوفو كيتعوض بالماء البارد، هذا كيعني غادي يولي عندك الماء غير دافي وبطبيعه الحال ما غتقدرش تدوش به في ايامات البرد. هادشي علاش كنصحكم باش يكون الشوفو كبير، حيت كل ما كان الشوفو كبير كل ما كان اقتصادي في استهلاك الضوء، حيت ملي كيكون الشوفو كبير ما كيخليش الماء البارد يغلب عليه، حيت كيدفيه الماء السخون اللي كيكون مازال في الشوفو وكيسهل على ريزيستونس باش يسخنو دغيا. ونصيحتي ليك هي ملي تشري الشوفو من الاحسن يكون ديال 100 لتر. وتاني حاجه ملي تخدمو اول مره خليه يسخن حتى تطفو البوله ديال الترموستا عاد استعملو. واذا كنتي ما غاديش تستعملو داك الساعه من الاحسن طفيه حتى تحتاجو عاد تشعلو قبل ما تدخل للدوش. وثالث حاجه هي ملي تخرج من الدوش استنى حتى تطفو البوله ديال الشوفو عاد طفيه. ورابع حاجه وهي الاهم هي ما تستعملش الشوفو هو طافي، حيت غادي يبرد عليك والشوفو غادي ياخذ مده طويله باش يعاود يسخن من جديد. وفي الاخير اللي عنده شي تساؤل يكتبوا لي في التعليق باش نجاوبه وشكرا.